استنى يا فيكتور بالله عليك، خليك جدع وخدني معاك يا عم. انا بروح من عوي اعمل ايه دلوقتي بقى، وانا كمان عايز اروح القصر اللي في الميه ده. ايوه صح، هروح البرج. استنى حاج ياب خدني معاك. ابعد عني يا دي مجنون انت. الحقونا اخوانا. يا نهار ازرق، كده مفيش غير ان اخدها عم وامري لله. هوصل لك حتى لو عارف، والله لو اوريك حاج ياب انت وفيكتور. قاعدين انتوا هنا ومبسوطين وانا بقالي ساعه بعوم في الميه. اقعد يا دي انت، القهوه هتبرد. لا لا يا اختي، هو انت جيت؟ انتوا فاكريني لوحدي؟ انا هوريكوا. تعالى يا ابو الصحاب، خش واضرب يا سيد. اخويا الموس الحامي اللي ما بيعتمدش اسامي. صحيني يا مجنون والنبي، انا بحبك، حقك عليا. اخرس يا حاج ياب، ما اسمعش صوتك، انا بتكلم مع عمك سيد. سيد يا كموره، عايز تعمل صوتك زي سيد ونعناع وفيكتور وتعمل صوت بنته وتشتغل صحابك في بابجي؟ هتلاقيني سايب لك لينك تحميل برنامج تغيير الاصوات اللي انا بستخدمه في اول كومنت.